قسم النصر. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة القانون، حكمت المحكمة الأولى بإقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم السامر بأمر الإحالة محمد كمال الدين لوفاته. ثانيا، وبإجماع آراء أعضائها بمعترض كل منهم أحمد محمد عبد الرحمن، محمد جمال حشمة عبد الحليم، محمود محمد فتحي بك، كارم السيد أحمد إبراهيم، يحيى السيد إبراهيم محمد، فتحي محمد فهمي، أحمد محمد طه، صلاح الدين خالد صلاح الدين. عن السيد أحمد أبو القاسم أحمد علي، محمد أحمد الزيد، أحمد جمال أحمد محمود، محمود الأحمدي عبد الرحمن، محمد الأحمدي عبد الرحمن، ياسر إبراهيم عرفات، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الله محمد الزيد، عبد الرحمن سليمان محمد، معاذ حسين عبد المؤمن، أحمد محمد هيثم، إبراهيم أحمد إبراهيم، أحمد محروس زيد، إسلام محمد أحمد بكاوي، محمد السيد حسين، يوسف أحمد محمود، محمد عبد الحفيظ، السيد محمد عبد الحميد، علي مصطفى علي، الإعدام شرطة عما نصب إليه بأمر الحال. ثالثا، ومع خط كل منه محمود الطاهر طايع، محمود علي كامل، أحمد حمدي مصطفى، إبراهيم محمود قطب، محمد أحمد محمد، محمد شعبان محمد، مصطفى رجب عبد العليم، محمد جمال محمد، باسم أحمد شفيق، حمدي بن عبد العزيز، عمر محمد محمد، عبد الله السيد الشبراوي، أحمد زكريا بطل، محمد يوسف محمد، إبراهيم عبد المنعم أحمد، بالسجن المؤقت عما أسجن إليهم بأمر الإحالة. رابعا، ومعاقبة كل منهم جمال الخيري محمود، متولي محمود محمود، بسمه رفعت عبد المنعم، محمد عبد المطلب، أحمد جمال إبراهيم، ياسر إبراهيم محمد، مستوي غريب حسين، مصطفى محمد، مصطفى محمود أحمد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة أما أخذ إليهم بأمر الحالة. خامسا، ومعاقب كل منهم إسماعيل حسين مصطفى، حذيفة مشاوي محمد، إسلام محمد السيد، أحمد شعبان محمود، سعد فتح الله محمد، عبد الرحمن جمال إبراهيم، محمد السيد محمد، إسلام حسن ربيع، محمد علي حسن، محمد أشرف محمد، محمد يوسف محمد، أحمد مصطفى محمد، عمرو شرقي أحمد، علي مراد أبو المجد، علي عبد الباسط الفضل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات أما أسقط إليهم بأمر الإحالة. سادسا، بإنزال المحكوم عليهم التضامن فيما بينهم برد قيمة الأشياء التي خربوها. سابعا، إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات. رفعت الجلسة.